عزك كبيرة؟ ولو احترمي حالك وما تتحمس كتير، طيبة قلبي صغيرة أصلا. سكاي شو سألتك توأم روحك؟ صراحة بلا ما تعرف. أنا سألتني شو لوني المفضل. برافو بتفهم، هيك بيسألوا العالم. طب انت حلو على القليلة؟ استغفر الله، شو قصدك انت؟ كل همك إذا طيبة قلبي كبيرة أو إذا أنا حلو؟ مازال هيك؟ لا أنا بشع كتير. طب اعطيني رقمك. اكيد لا، بس بلش تحكي بطريقه محترمه ممكن فكر بالموضوع. بليز اعطيني رقمك. شو عم تعمل؟ الصراحه ما خصك، بس جيت اشتري قهوه. عفوا رجعت لك، في واحد طيبه قلبه صغير وبشع جاي يطلب. ممنوع ابتسم؟ عادي، كان ممكن يطلع لي شيء اسوأ. سكاي شو طلعت لعندك؟ ممنوع ابتسم. بس لك نيالك يا زلمة، أنا طلع لي ممنوع أكل شوكولا. معك حق، صعبة. وهيدا هو الشاب اللي ما فيه يضحك يا شباب، على قليل تحكي لنا شوي، ابتسم يا أهبل. شو عم تتمنك علي يعني؟ ما أنت بتعرف إن ما فيني ابتسم ولا أضحك. مثل قلتك ضحكتك تشبه ضحكة السعدان. ليك لحظة يا خي، حل عني أنت. الصراحة حسينا بالذنب ولقينا لك حل كرمال تبتسم، شو رأيك؟ طيب ماشي، قرب شوي لعندي. ما اهبلك صدقت، وصلت فيك يا زلمة. طلع لعندي شوي بدي صورك. سكاي شو انت كمان جيت تستلمني وتضحك علي؟ لا لا لا، جيت اقترح عليك انه نبدل لعنتنا، لعنتي انه ما فيني وقف ضحك، بدي ضلني مبتسم هيك يا زلمة. ديزي عم تجعني. نعم، كيف معي هالقد مصاري؟ ماما ماما جوني، ليك عندك علم اذا انا ظهرت شي امبارح بالليل قبل ما نام؟ لا ما بعتقد. انت امبارح دغري نمت، دغري غفلت. ماشي، عارف شو رح دق لها. الو، ايه ماما انت بالشغل؟ ايه حبيبي. لكن انت بتعرفوا ان انا عندي قوة انه كل ما اقدر حدا بياخد مصاري، صح؟ صح مزبوط. يوم الصبح فات معي 100 مليون دولار بالبنك، كيف ما بعرف؟ يعني صرنا اغنياء؟ يا امي ما انا امبارح ما ظهرت بالليل. بتكون من ورا اللبسينة، نامت عليك امبارح طول الليل. صح، فيها وجهة نظر، معك حق. يلا باي باي. كثير عم بتوحم على الشوكولا، ما بعرف ليه. ماما واخيرا رجعت من الشغل، ليكي بكره جهزي لي حالك، عازمك على المالديف، بدي سفرك على حسابي، ماشي؟ عم تمزح، ماشي حبيبي. لحظة، بيك شي؟ سكاي؟ ما بعرف شو صار لي هيك فجأة دخت يا ماما. يلا خير، حكيم طمنا، شو بو ابني؟ مبروك، ابنك حامل. اخد مصاري كل ما حدا كذب علي، أو اخد مصاري كل ما دقرت حدا؟ رح صير غني. صباحو ماما. صباحو عم ليه ضربتني؟ ما بعرف، اليوم فقت كتير مبسوط. يلا انا رايح على المدرسة. شباب رح اعطي فيكم كل واحد دولار اذا بتسلموا علي. اوكي موافقين، تفضل. شكرا. حس حالي مريض محمد، دس لي ايدي شوف لي اذا طال علي حرارة. لا لا ما في حرارة، منك مريض الحمد لله. منيح. ماما بين رجعت بكير. ايه خلصنا بكير. طب بدي اعرفك على حبيبي الجديد. اهلين كيفك، انا جوني سينس. والله ابنك حلو كتير. ايه طالع لامه جوني. بس جيت اقلك انه تصبح على خير. انت تصبح على خير. تيزا عم تجعني. لحظة، ليش هالقد معي مصاري؟ لا ما تكلها، شو عم تعمل؟ ليش ما فهمت؟ اطلع فوقك، اليوم اول بوسة لإلك. شو؟ بس ما بعرف بوس، شو بدي اعمل؟ ولا شي، هيني انا بعلمك، تعال هون. وهيك صرت جاهز، شفت هيني كتير. يلا خلينا نروح. اولك مين رح بوس؟ معقول تكون طمزية؟ او لا لا لا، جوليا جوليا. يلا شوي وبتعرف، يلا امشي نروح. يلا كتير محمس. جوليا جوليا جاهزة؟ جاهزة لشو؟ لحظة شو عم تعمل؟ لبوستنا. بوستنا؟ ولو انا عندي حليب فل من وجهي. سكاي؟ ايه استاذ جوني سينز. تيجي تساعدني انت وطمزية بعد الصف؟ ايه اكيد بنساعدك، هيك هيك بتكون طمزية هونيك وبشوفها. هاي استاذ جوني انا جيت. وين طمزية؟ كتير طالع حلو انت اليوم.
عم تمزح. شباب الزهرة عندي اليوم ايه؟ فيني انا كمان روح؟ بعتذر ما فيني، غرفتي بتساع بس اربعة. تتذكروا تمزيه شو عمليت؟ لحظة امتى هاي؟ هاي الحفلة اللي رحنا عليها الاسبوع الماضي. ما قلنا لك لانه منعرفك ما بتحب هالقصص. شباب تعالوا نتصور. لحظة خليني زبط. فيك تصورنا انت؟ طيب اوكي. صراحة شفت رفقاتك كيف عم بيعاملوك بطريقة بشعة. تعال معي انا بعرف خليك تكون مبسوط. يلا امشي ونشر ان شاء الله خير. مستحيل. شي يا فاشل، حيصير عند 2 مليون متابع وبس اربح المسابقة رح سافر بالمصاري. سفر؟ بدل ما تعطيهم لحدا محتاج بدك تسافر فيهم؟ شو انا اهبل؟ اكيد بنبسط فيهم بصرفهم على حالي. يا عيب الشوم. موفق بالمسابقة. ما في داعي، مأكد اني رح اربح. منشوف. سكاي بعد في 3 ساعات المسابقة، من اولك رح يربح؟ ما بعرف، بس ان شاء الله يربحهم حدا كتير محتاج لهم. والربحان هو سكاي. الف مبروك، خبرنا شو رح تعمل بالمصاري. بدي ادفع عملية امي والباقي بدي اتبرع فيه للايتام. برافو عليك، الله يحميك. اهلا دكتور. جبت المصاري؟ ايه جبتهم، تفضل. شكرا. شو ماما حبيبتي، كيف صرتي؟ احسن حبيبي، شكرا لك، انقذت لي حياتي. حبك. ما عم يزبط معي شيء. ما تقول هيك يا جدو، العلامة لعيدك معناتها انك مميز وانت ساحر. عن جد جدو؟ اكيد حبيبي، يلا فرجيهم قوتك. طيب رح ارجع اجرب. جدو كان معك حق، زبط معي اول سحر. برافو حبيبي، بس هيدا مش اول سحر بتعمله. ما فهمت شو قصدك. قصدي انك عامل سحر قبل هالمرة. بس هيدي كانت اول مرة بعمل سحر فيها. مرة انت وصغير ضربتك عتيزك وانت عصبت وصار يهز البيت كله. بس ليه نظرت لهلأ لتقلي هيدا الشيء؟ وبعرف كنت خايفان كتير وقتها. لكن انا طلعت ساحر واخيرا. يلا روح بيض لي وجهي. جاهز؟ جاهز للمسابقة بس ما بعتقد رح اربح، خيي كتير قوي. انت اقوى منه بكتير، اسمع مني. الاختبار التاني انه لازم تحولوا هيدا المي لجليد، يلا بلشوا. يلا ما عم تزبط معي، ليه هيك؟ شو عم بيصير؟ صعبة. يليكو سكاي عملها؟ كيف؟ سكاي كم متابع عندك؟ عندي شي 3 بس اخر هم الصراحة، ما بدي شارك بالمسابقة. حتى لو شاركت انا كنت رح اربح، عندي 1.3 مليون متابع حبيبي. اوكي. هاي ماما. هاي حبيبتي. ليه وجهك اصفر؟ حسك مش منيحة. ما بعرف بس حسي حالي عم دوخ. ماما. الو بسرعة بدي اسعاف على البيت، امي غابت عن الوعي. يلا دقيقتين بنكون عندك. دكتور طمني شو بها؟ مع حصر البول بالزلعيم، بدها عملية ب 200 ألف دولار بسرعة. عملية ب 200 ألف دولار؟ ما معي 200 ألف دولار. لكن ما فيني أعمل شيء، فيك تأمنهم ولا لا؟ لا لا لحظة، بلش بالعملية رح جيبهم للمصاري. إذا ما بتأمنهم ما بدهرها من المستشفى. والله رح جيب لك إياهم. كيف بدي أجيب متابعين أكثر؟ بعتقد لازم بلش نزل محتوى، خليني بلش صور فيديوهات يلا. مشاركة، نزلته. ان شاء الله خير. سكاي طلعت علامة الزواج تبعك. علامة شو؟ ما فهمت شو بتعمل. بس تحط ايدك عليها فيك تعرف زوجتك شو عم تعمل. اوكي خليني اجرب. شو شفت؟ شفت غرفة بالمستشفى. اقولك معقول تشتغل دكتورة او ممرضة؟ ايه ممكن مش غلط. طب انا تأخرت على المدرسة، يلا بشوفك. صح، 2 زائد 2 بيساوي 7. يا رب زهقت. هات لشوف زوجتي المستقبلية شو عم تعمل. عم تشتري خيار ولا شكلها بتحب الخيار الكبير مثلي؟ اشوفكم بكره. هات لشوف مرتي المستقبلية شو عم تعمل كمان هلا. باذنجان شكلها عم تعمل شيخانه، صحتين على قلبها. سكاي اهلين. اهلين محمد. ليك شفت شكلها ولا بعد؟ لا والله بعد ما شفتش شكلها. طب يلا جرب هلا بركي شفت. بجرب؟ يلا خليني جرب. عم تمزح. ماما بدي بوزع حليب. تاكل سلقة صاير قد البقرة، ممنوع تاكل فيلم من وجهي.
باي ماما انا رايح على المدرسة. وليه اهبل شو هيدي اللي بدينتك شيلها؟ ليش؟ شو ليش؟ حيقولوا عنك الوان وبتاكلوا شيلها بسرعة. سكاي عند المدير بسرعة بده اياك. عم بعمل امتحان. عم قلك المدير بده اياك يلا روح. خد البس هيدي بسرعة جيين مزلط على المدرسة. ليش مبين بس كتافي؟ شو فيها؟ ممنوع هيك لبس عندي بالمدرسة. غير لك تيابك. اسم الله الكتافي عم يعملوا اغراءات للبنات. نعم. الجواب رقم 5. يا حرام ليكو سكاي مفكر حاله ذكي. ماما وينك؟ تعي خديني. مش قادرة مشغولة روح ماشي على البيت. شو هالقشطة؟ طاية حلو شو اسمك؟ انت منيح وجهك اصفر. هيفا وهبة؟ اختبار الاول هو اختبار الشمعة المفروض تولعوها يلا بلشوا. برافو جوني هيك بدي اياك ماما. ما قدر يولع الشمعة. جوني خراس. بيناتنا بنعرف مين رح يربح بيناتهم. ما بعرف اللي طلع سكاي هيك. شكرا ماما شكرا بابا. لازم اثبت لهم العكس لازم فرجهم قد ايه انا قوي. وهلأ صار وقت الاختبار الثاني لازم تغيروا ألوان الأوضة. جوني انت بلش. يلا سكاي دورك. يا حرام كمان ما زبطت معه. انت متميز جدو شوف العلامة اللي عيدك. جد جدو؟ انت أقوى منهم كلهم يلا فرجيهم قوتك.